Design of the third part. تصميم القطعة الثالثة. كونكتنا الرود. ذراع التوصيل. نختار المستوي فرونت بلين. نرسم دائرتان مركزهما مركز الإحداثيات. ثم نرسم دائرة. نصل مراكز الدوائر بخط مستقيم منقط. نحدد أقطار الدوائر كما هو مبين بالشكل. نحدد طول الخط المنقط 120.4 مليمتر. نرتب أماكن ظهور الأبعاد. نرسم خط مستقيم بدايته محيط الدائرة. نضبط بعد نهايته عن المحور 35 مليمتر. من التريم نحذف الأجزاء الغير مطلوبة. ثم نختار أوفيس على بعد 3 مليمتر. نغلق الشكل السابق بخطوط مستقيمة. نرسم خط مستقيم مائل بين محيط الدائرة والقوس السابق. بعد نهايته العلوية عن المحور المركزي 8 مليمتر وزاوية ميله 5 درجة. ثم نختار ميرور للخط المائل حول الخط المنقط. من فيتشر نختار اكسترويد باس. ثم ميد بلين. نحدد الحلقة والقيمة 20 مليمتر. نحدد الشكل الكلي. من فيتشر نختار اكسترويد باس. نحدد الشكل المائل المطلوب. ثم ميد بلين بقيمة 15 مليمتر. نكرر العملية السابقة ونحدد الجزء المتبقي من الشكل. ثم ميد بلين بقيمة 30 مليمتر. نختار السطح المبين. نرسم مستطيل. نرسم خط منقط يصل منتصف ضلع المستطيل بمركز الإحداثيات. نرسم دائرة. ونجعلها على تماس مع ضلعي المستطيل. من التريم نحذف الأجزاء الغير مطلوبة.
نضبط نصف قطرها ونجعله 6 مليمتر. نحدد طول الخط المستقيم 12 مليمتر. من فيتشر نختار اكسترويد باس بقيمة 15 مليمتر. نحدد سطح القطعة السابقة ونرسم دائرة قطرها 6.5 مليمتر. ثم من فيتشر نختار اكسترويد كات ثم ثرو اول. نختار المستوي رايت بلين ثم نختار ميرور ونحدد الجزء المبين ليتم انعكاسه حول المستوي رايت بلين. نختار السطح الامامي للشكل. نحدد قوس الدائرة ونرسم خط مستقيم لنغلق الشكل. ثم من فيتشر نختار اكسترويد كات ثم ثرو اول. نختار السطح الامامي للجزء المائل ونحدد الحواف باختيار كونفيرت. نختار اوفسيت بقيمة 3 مليمتر. ثم من فيتشر نختار اكسترويد كات بقيمة 5 مليمتر. نختار المستوي فرونت بلين ثم نختار ميرور ونحدد الجزء المبين ليتم انعكاسه حول المستوي فرونت بلين. من فيتشر نختار فيلي بقيمة 1 مليمتر ونحدد الأوجه المطلوبة. نحدد طريقة إظهار المادة كما هو مبين. وبالتالي نكون قد انتهينا من تصميم القطعة الثالثة في المحرك.
design of the first part. تصميم القطعة الرابعة. Connecting rod cover. غطاء ذراع التوصيل. نختار المستوي right plane. نرسم دائرة. نحدد قطرها 45 مليمتر. نرسم خط مستقيم بدايته محيط الدائرة. نضبط بعد نهايته عن المركز 35 مليمتر. من الفريم نحذف الأجزاء الغير مطلوبة، ثم نختار أوفيس على بعد 3 مليمتر. نغلق الشكل السابق بخطوط مستقيمة. من فيتشر نختار اكسترويد باس، ثم مد بلين بقيمة 30 مليمتر. نخلق مستوي موازي للسطح العلوي المبين ويبعد عنه مسافة 12 مليمتر. نختار المستوي الجديد. نرسم مستطيل. نرسم خط منقط يصل منتصف ضلع المستطيل بمركز الإحداثيات. نرسم دائرة ونجعلها على تماس مع ضلعي المستطيل. نحدد طول ضلع المستطيل 12 مليمتر. نحدد طول الخط المستقيم 10 مليمتر. من التريم نحذف الأجزاء الغير مطلوبة، ثم من فيتشر نختار اكسترويد كات، ثم ترو اول. نحدد سطح القطعة السابقة ونرسم دائرة مركزها مركز الدائرة السابقة، قطرها 6.5 مليمتر. ثم من فيتشر نختار اكسترويد كات، ثم ترو اول. نختار ميرور، ثم نختار المستوي فرونت بلين ونحدد الجزء المبين ليتم انعكاسه حول المستوي فرونت بلين. نختار السطح الأمامي للشكل. نحدد قوس الدائرة.
ونرسم خط مستقيم لنغلق الشكل. ثم من فيتشر نختار اكسترايد كات، ثم ثرو اول. من فيتشر نختار فيليت بقيمة 1 ملليمتر، ونحدد الأوجه المطلوبة. نختار appearances، ثم metal، ثم المادة chrome، ونختار طريقة الإظهار chromium plate، وبالتالي نكون قد انتهينا من تصميم القطعة الرابعة. نتمنى أن يكون الفيديو قد حقق الفائدة المطلوبة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وشكراً.